أخبر بأنه أتى به المتوكل فقال ما يعني حيلك وأشياؤك؟ فذكر قال بأنه يأتي بالعقارب فيضعها في الأكياس ثم يضع يده وسطها يقول أتألم ألم شديد. فقال له الفتح بن خاقان قال له ولماذا؟ قال أريد الشهرة، يريد الدنيا، نسأل الله السلام والعافية. يوجد من الناس من يريد الدنيا ولو كان على حساب صحته وضرره